مش معقولة هتجنن. عدى كام يوم لحد دلوقتي ما فيش ولا زبون حتى عبرني. أنا خلاص كده هشحت. ماشي. لا تأذيني ولا أذيك. ده العفاريت سيتي مول ده. تعالى. لا والنبي أبوس إيدك. برافو. لا تأذيني ولا أذيك. انت خفت ولا ايه يا حبيبتي؟ حرام عليك حد يخض حد كده. انا مبسوطه قوي الحمد لله طلع الماسك شغال. انا مبسوطه قوي. انا بقول لك ايه بقى، انا هلبس عشان اروح لاصحابي الحفله التنكريه عشان ارعبهم. لا استني. ايه؟ انا عايزه. عايزه في ايه ان شاء الله؟ محتاجه. طب بقول لك ايه، العب بيه حبه قبل ما اغير هدومي. اوكي ماشي يا حبيبتي. يلا يا صبري. يا صبري. ايوه يا باشا. تعالى يا صبري تعالى. مالك يا صبري؟ لو بوزك ليه كده يا واد؟ ماشي كل شويه تزعق لي. ده انت حبيبي، ده انت حبيبي. بتحب نص اللوكاندا بتاع اكرم يا صبري؟ طبعا يا باشا بحبه. يعني مستعد تعمل اي حاجه عشانه؟ اكرم بيها انا مرتبط. يا ده انت فهمت ايه بس؟ تعبيط؟ تعالى افهمك جوه. تعالى. لا وتفهمني جوه ليه؟ فهمني هنا. انت مالك في ايه؟ متوتر ليه؟ اهدى 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 انت يا باشا. اهدى انت، مش انا اللي اهدى. ياض انت فاهمني غلط. انا مش انت دماغك قذره ليه كده؟ ادائك هو اللي عجيب مش دماغك. هو ادائي وشكله كده. تعال تعال. لا ما تخافش. مش خايف يا ابني. انا مرعوب اقسم بالله. لا لا ما تخافش ما تخافش. ما فيش حاجه اصفره. ما تخافش ياض. تعال يا باشا. جنني والله. ياض ما تخافش ياض. تعال ده انت حبيبي. تعال ادائك. تعال تعال حاج رمضان. والله نضفت يا الحمد لله. والبيست اهو ماشي الكنبه. ربنا يخليك يا حاج رمضان. جدع يا جدع. وبص كمان جزمه دي. اه دي بانس. يا نهار ابيض، ده عارف البانس ده؟ اه. لا بقى حرام بقى، حرام بقى يا حاج رمضان. مالك يا ده عايز مني ايه؟ بصراحه يا حاج رمضان انا عايزك في موضوع بجد جدا. ايه يا؟ انا تعبت وعايز اسيب الشغل. عايز تسيب الشغل؟ اه. يعني بعد ما ربنا كرمنا وجالنا زباين عايز تسيب الشغل؟ يا ده انت اتجننت. انا ليا اسبابي الخاصه يا حاج رمضان. ايه يا ده الاسباب؟ شوف يا حاج رمضان. ايوه. بالنسبه لي وبالنسبه للوكاندا وبالنسبه. في حد مزعلك من الزباين؟ حد الكهرب اتهمنا يا حاج رمضان؟ ما تسمعني شويه يا حاج رمضان. كلم يا. انت كل حاجه عندك الزباين 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 يا حاج رمضان. ما فيش مره واحده تفكر في هدهد يا حاج رمضان. انا عمال اشوف مصايب من صباحيه ربنا عماله تحصل وساكت، لكن انا خلاص يا حاج رمضان، انا فاض بيا يا حاج رمضان. انا اتخنقت. اللوكاندا يا حاج رمضان ما بقتش زي زمان. روح اللوكاندا ما بقتش زي زمان يا حاج رمضان. اللوكاندا زمان كانت بسيطه وهاديه وفاضيه، ما فيش ولا زبون. ويوم ما كان زبون يجي اقول له كل سنه وانت طيب، يبص لي بمنتهى الاحتكار ويقول لي وانت طيب، صلة رحم. لكن دلوقتي تخش اللوكاندا تلاقيها منورة، وتلاقي الأوض كلها مليانة، والزباين كتير. ويوم ما يجي زبون كده أقول له كل سنة وانت طيب، يبص لي بمنتهى الاحترام ويديني 20 جنيه. ليه يا حاج رمضان؟ ليه؟ اللوكاندا بقت بتشغي زباين يا حاج رمضان، وانت بترمخ وساكت. بيوتنا بتعمر وانت عامل نفسك مش شايف. اقول لك ايه، حتى القشه بقت معدن يا حاج رمضان. اعمل ايه؟ كل ده ليه؟ كل ده ليه يا حاج رمضان؟ عشان الفلوس؟ ينعل ابو الفلوس. الفلوس دي لعنه لعنه وصابتني، عملت مني بيه محترم مالو هدومي، لكن انا مش واخد على اللبس ده، مش حاسه، مش ده هدهد. هدوم البهوية دي ما تلزمنيش يا حاج رمضان، مش عايزها. أنا مش عايز أبقى أحمد عز ولا حتى عز المنوفي، أنا عايز أبقى هدهد. عايز أرجع هدهد الكحيان أيام ما كنت أحط راسي على المخدة أنام. لكن دلوقتي الفلوس بقت مجنناني. أنا بقى معايا تركة يا حاج رمضان، بقى معايا 530 جنيه. أنا ممكن ألف العالم كله، ممكن أروح الغردقة، أروح شبين الكوم، أروح هنا، لكن لا، انا يا ابن اللوكاندا دي يا حاج رمضان. انا زمان كان ممكن اعيش الشهر كله بجنيه، باكل فول وطعميه بقول الحمد لله، لكن دلوقتي معايا فلوس كتير مش هفهم بيها ايه،
مش عارف اجيب شاورما ولا اجيب فراخ ولا اجيب لحمه ولا اجيب اسكالوب بانيه، مش عارف اعمل ايه يا حاج رمضان. وكل ده ليه؟ عشان التبس، كل شويه تبس 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 تبس. احنا في زمن التبس يا حاج رمضان. انا حاسس بيك يا هدوء، فلوس تعباك جدا، هاتهم يا هدوء، هاتهم يا ابني. ازاي ما جاتش في بالي دي؟ ايوه صح، فلوس مدمراك يا ابني. اتب اتب على قفايا. ايوه الفلوس اهي 530 جنيه. هاتهم يا ابني، ما تعدش ورايا، هاتهم هاتهم وريح نفسك يا هدوء. الحمد لله. وعشان اريحك اكتر، انت مخصوم منك 6 شهور يا حبيبي. يا بابا يا حبيبي. يا خرابي يا حسين. عفريت عفريت والله العظيم عفريت. ايه ده عفريت؟ عفريت، وواضح انه عندنا في نص اللوكاندا بتاعتنا. ايوه اطلع يا دهود تشوف العفريت ده. اطلع شوف ايه؟ شوف العفريت. عفريت ايه اللي اشوفه؟ يا ده انت هتطلع تشوف عفريت، ده عفريت صغير. اطلع اطلع اشوف ايه؟ هو بورس؟ هو ايه اللي اشوف عفريت؟ انت ليه قدرت ان العفريت كده؟ يا ده على رأي المثل يا ده. لا مش وقته، هنتلبس. مش وقته، عفريت ايه اللي انت عايز اروح اشوفه؟ اطلع اطلع، اصل بيقول لك اللي يخاف. لا لا والنبي اتكلم اتكلم، يخاف ماله؟ اللي يخاف من العفريت. ايوه يطلع بقى يشوف، يطلع يشوف. واطلع شوف العفريت، هو بتاع الغز، اطلع شوف العفريت ومشيه. لا يا حاج رمضان، لحد هنا وستوب يا حاج رمضان. معلش انا فديك بروحي، لكن عفريت لا لا يا حاج رمضان. معلش انا اسف انا اسف، انا مضطر انسحب كده يا هدهد. معلش مع نفسك. ماشي يا هدهد مع نفسك يا حاج رمضان. ماشي يا هدهد. سلام يا هدهد. عندك عفريت وانا ما عنديش. فرحان فيها يا اكرم، بس لعلمك احنا لوكندتنا طول عمرها نظيفه. لوكندتك ملبوسه. لا ايه ده؟ هو ده عفريت؟ عفريت عفريت ايه؟ ايه يا حاج رمضان اللي عندك في اللوكندت؟ سيبك من اللي عنديك، ايه اللي عنديك انت ده؟ كنا بنلعب رياضه. ايش يا ولد ايه؟ ايه ده؟ ايوه ده مين يا؟ من غضب العظيم، هو عفريت كان حلو. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا يا هدهد؟ يا صبري. انا اسمي صبري. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا يا صبري؟ سبحان الله، ابويا الله يرحمه كان تملي عيقول من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين. انت فين يا رجل؟ ابوك ده صاحبي على فكره. بجد والله؟ كنا مع بعض كده من زمان حبيبي. مين؟ ابوك احمد شيبة. انت اللي سوحته. ايوه ايوه. يعني يا صبري لابس لي وش وبتخوف الزباين كده يا اكرم؟ اخص عليك يا صبري، بعد ما لميتك من الشوارع تعمل كده في لوكندت اخويا؟ يا سلام، ده انت اللي قايله. ايوه ايوه، عم رمضان هو اللي قال لي. انا مخصوم منك شهر. اه انت بتعمل كده وكده عشان هو واقف يعني؟ انت كمان غبي؟ طب مخصوم منك 4 شهور عشان بتوقف وقع بيني وبين اخويا. وقع ايه ده؟ واضح ان دي الحقيقه، هو اللي قال لك انت تخش تخوف الزباين عشان تطفشهم. يا تصدق عليا كده يا رمضان؟ تصدق يا اكرم؟ معقوله يا اكرم؟ ما بتتمناش الخير لاخوك يا اكرم؟ انا رمضان؟ اه انا اخوك يا رمضان. اخويا، وانا عارف انك انت اخويا. ده انا تربيت ايدك اللي عايزه تتقطع دي يا رمضان. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. احنا ما اتخضناش ولا حاجه، ده الراجل وشه سامح والله. طب ما دام ما اتخضيتوش ادخلوا على اوضتكم تاني، اتفضلوا. لا لا احنا كده اقامتنا خلصت يا حاج رمضان. عسل يا ولدي. يلا يا بوي. عسل يا ولدي. بوي. ايوه ايوه ولدي. عايزين ناخد معانا العفريت. بس يا ولدي مش كل حاجه تشبط. يلا يا عايز العفريت. يعني دول طفشوا ولا ايه؟ مش انت انت طالق كده كده يا ابويا؟ كانت بتحب عمي اصلا. يا ولدي اخص عليك يا صبري، اخص عليك تعمل كده بيني وبين اخويا. بطل ظلم بقى اكرم بيه يا عم رمضان. اكرم بيه ضحك عليا بكلامه المعسول واستغل طيبتي وقال لي قال لي قال لك ايه يا قال لي اهدى قال لي اهدى. هي دي، انا ضحيه مجتمع يا عم رمضان، ضحيه مجتمع ضحيه مجتمع. يلا اطلع بره. حاضر حاضر حاضر.
اطلع بره. ماشي يا اكرم، ماشي يا اكرم يا اخويا. انت بتصدق على اخوك كده؟ انا بصدق كل حاجه. يا عمي عليك يا رمضان. رمضان. إيه؟ ايه بص بص، افلاطون وارسطو دولت عايزين يمشوا. عايزين يمشوا ليه؟ انتوا كمان ايه اللي زعلكم؟ يعني ايه الحمام اخره الساعه 9 يا استاذ رمضان؟ احنا انا حابس نفسي من الصبح والحبسه وحشه يا استاذ. طب هو عارف يمسك نفسه، انا مش قادر، في بيت شعر محصور فيه مبهدلني. انا عندي الحمام مفتوح 25 ساعه في ال24. لا ده احنا نروح له. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب انا عندي الحمام مفتوح 17 ساعة. ايه ده؟ اقل ده ميت. قول اوبشن اوبشن. طيب انا عندي الحمام باربع شطافات. باربع شطافات ده حلو قوي قوي. ثواني ثواني ثواني، هتعملوا ايه بالاربع شطافات؟ يعني هتستفادوا بيهم ايه يعني؟ ايوه يعني ايه اربع سخن وبارد؟ ايه الاثنين التانيين ايه؟ سخن وبارد. بس ده سخن قوي وده بارد. طب هقول لكم بقى، انا عندي الحمام فيه صابون جل بريحه هيفوقكم جامد. صابون جل بريحه؟ صابون جل بريحه هيفوقكم؟ انا ما اعرف ان في صابون. يا انت مالك؟ ده صابون جل، احنا ما عندناش صابون عادي. استغفر الله العظيم، صابون ايه؟ ايوه صح صح. صابون ايه؟ حد يغسل النعمه من على وشه. صح، الدهون اللي ربنا خليها في خلقتك تعملها بصابون. واللي جاي لنا برضه من العربيات وقد ايه؟ ماشي يا حاج. طب انا عندي. لا تقعدوا تحدفونا لبعض، احنا ولا هنقعد هنا ولا هناك. ولا هنقعد هنا ولا هناك ده حبيبي. هو ده وقت قرف اللي انت بتقوله؟ ده شبه اللي بيبيعوا الشاي العربات النقل على الدائري. والله هو لابسين كده بالظبط كده. يا اكرم شفت عمايلك انت اللي عايز تقلدني؟ عمايلك انت. انا اللي كنت عامل اعلان لوكاندو. انت عايز تقلدني؟ انت اللي جاي الخير يا اكرم. انت اللي بتقلدني. بس يا جماعه عيب ما يصحش، ده اخوك الكبير. اخوك الصغير برضو اهو نار ونير. ده خلى ولا انت عندك زباين ولا هو عنده زباين. اه في الاخر التافه ده هو اللي بيحكم بينا. استهدوا بالله. خلاص مفيش حل قدامنا دلوقتي غير حاجه واحده. ايه؟ نعمل اعلان جديد يا تاني.